السلام عليكم، كيفكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. طبعا مثل ما شفتوا من فتره نزلت لكم منتدى قلت لكم فيه اني المايك اللي استعمله خرب هيك يعني، فهلا الحمد لله قدرت اامن مايك احتياطي ومؤقت حتى احصل على واحد جديد. وهلا مثل ما شفتوا بمقدمه المقطع بحثت عن تحديات براول ستارز وشفت كثير من التحديات، فقررت اعمل فيديو تحدي مختلف واللي هو إذا خسرت ينتهي المقطع. أما هلا يا شباب مقطعنا راح يكون تحت تسمية إذا خسرت ينتهي المقطع. هذا المقطع راح أعمل فيه أربع تحديات، إذا خسرت من هالأربع تحديات أو عملت شي غلط بينهم راح ينتهي المقطع. التحدي الاول راح يكون بدون سوبر، الثاني بدون اتلات، الثالث بدون اخذ باور كيوب، الرابع 10 طلقات. راح نستعمل بهدول التحديات عجله الحظ يلي راح اجرب فيها اربع ابطال، وكل بطل راح يطلع راح يكون لتحدي معين والهدف اني اربح يعني توب فور. فخلونا نبلش. خلوني هلا ادور عجله الحظ ونشوف مين هو البطل يلي راح نعمل فيه التحدي الاول واللي هو بدون سوبر، ونفتح العجله ونقول بسم الله ان شاء الله يطلع لنا بطل مناسب وقوي بنفس الوقت يعني بدون سوبر. يلا يلا مورتيز احا يلا ما بهم هيك هيك نحن عده. خلينا نفوت ونجيب التوب فور. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبد رسول الله. هاي فتنا الجيم ويلا نتوكل على الله وناخذ الباور كيوب ونكمب. ايوه تمام، اهلا عمي سيرج. خلينا ناخذ باركيوباي، ما لنا مصلحه انت من جنبك. اهلا اهلا، هون عندنا جماعه بتقتل بعضها، بيني وجيسي ضد بعض. هلا خلينا هون نستنى بركي بنحسن نطلع نقتل حدا. لا اظن كمان ما لنا مصلحه لاني حرفيا ما بدي انهي المقطع هلا وبدي اضمن التوب فور. لا يا سيرج يا. A few moments later. حاليا انا في محل نوعا ما كويس وحوالي لسه في سبع اشخاص. Run. والله يا شباب ما بعرف كيف طلعت من ايديهم. توب فور خالص يا شباب. تال جيم ربحنا. هلا انا مستعد افوت اتشجع واهجم على ادجار. لا حول ولا قوة الا بالله يا شباب، كان دمه قليل، انا ما بفهم شلون قتلني. خلونا على التحدي اللي بعده. مع التحدي الثاني واللي هو بدون اتلات، خلونا نبرو عجلة الحظ ونشوف مين هو البطل. عم ننتظر ان شاء الله يطلع بطل مثل بوكو. هذا ما بقدر يدمج كتير. احا ادجار يا شباب. هاي اختصرنا لكم شاشة التحميل والاختيار البطل، بس عجبني يا شباب انه تم اختيار ادجار. السبب انه سوبره بتجمعوا عندي جهاز لتجميع سوبر، والنتيجة اني ما لازم اقتل، فبحاول اراوغ وابعد عن الناس حتى اجيب التوب فور. اقل احتمال اني اجيب التوب فور فيه روح اجمع لي شوية بورات مشان نقوي حالنا اذا بدنا نراوغ ونهرب منهم. 5 minutes later. لسه عتنا بداية الجيم في 8 اشخاص فرنحاول. اوه احا احا لا 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 اوه افخاخ بو وادجار، يعني شيء منيح معي سوبر، الحمد لله معي سوبر، يعني على وشك كان انتهى المقطع. وي سيكس مانس ليتر. اقسم بالله يا شباب. جريف قتل ادجار، واحد يموت يا شباب والتحدي بيكون خالص. اهلا وسهلا بالمشاهدين يا جماعة، بصير بهالجهة حماس كبير. اوه توب ثري، بس انا مالي فهمان انه سيرج قتل سبراوت، مين قتل كمان مين حتى جبت التوب ثري. اكل حال خلص التحدي واكتمل حاليا. هلا مستعد اقتل. اوه انا قتلت نيتا.
انا تم جريف تم جريف تم جريف. طبعا طبعا ما وطن ابدا، جبنا التوب 1 بس صار قلت اشوف اللعبه. وما التحدي الثالث بدون باور كيو، برمنا عجله الحظ خلينا نشوف البطل. هلا اظن افضليه الابطال انه اذا كانوا بلا باور كيو راح يكونوا مفيدين معنا. البطل ماكس. حاسس الجيم ممل يا شباب، ما بعرف ليش. اهلا عمي بول، اهلا اهلا. اخ لو بادر باخذ البوارات. يلا على كل حال حاول نختم الجيم توب 4 بدون بوارات. A few moments later. تيمت حاليا مع دينامايك وراح احاول اجيب التوب 4. اذا كانوا توب 5 فراح اخضر بدينامايك، انا اسف. عم اجمع منه السوبر مشان على القليل اذا صار هجوم علي ابعد او احسن اقتل حدا. توب 5 كارل قتل باز، صرنا بالتوب 5. دينامايك بعيد عني طبعا حاليا ما راح اقدر فيه، وعم بقيت الفوق وانا بول بول بول. يا شباب لو طلع لي قبل بثانية بول كان قتلني، الحمد لله ما قتلني. هلا او كارل قتل ادجار، صرنا توب 4 وربحنا الجيم. صرنا توب 4 وربحنا الجيم. والله قاعد عم بيجلد دينامايك فوق، قاعد عم بيجلد في كارل. بس لو نقدر نقتله ايه. دينامايك زيد، دينامايك 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 دينامايك. ايه ايه يا حرام، هرب بالسوبر هرب بالسوبر. ايوه قرب شوي، خلينا اول شيء نقتل الكارل اهم لاني دمه اعلى، وبعدين بنشوف ايش راح نسوي معنا. اوه لا 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 كل شيء لدمي. لا 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 لا. في بول هون، في بول هون. وهي الجيم رقم 2 يلي بنطلع فيه توب 4 ان شاء الله. الله يشترى معنا باخر جيم. بطل صاحب العشر طلقات اللي هو لا لا شباب مو بايبر، لا لا بايبر، لا بايبر صعب، لا لا لا. اسف يا شباب الجيم صعب ولازم نعرق فيه ولازم نجيب التفور باي وسيله. عنا تشيلي فوق، اول طلقه ما اجت، ثاني طلقه لا 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 الله يوفق، لا 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 لا. بس يا شباب كنت عم بختبرها التشيلي بشوف يعني بوت ولا مو بوت، اكيد ما راح تقدر لي. لا 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 وين راي وين راي لك ولا لا 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 لا. يا رب والله العظيم يا شباب ما فهمت شلون متت، بس متت يعني توب 4 ما جبته، جبت توب 5. على كل حال وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسى الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس يوصلك كل شيء جديد. وبيس.